لحظات حاسمة وأحداث متسارعة بدأت مع اشتعال شرارة ثورة 30 يونيو بعدما قرر الشعب المصري القضاء نهائياً على حكم الجماعة الإرهابية لحد ما جه بيان الخلاص في 3 يوليو. الأحداث المتسارعة دي كان التلفزيون المصري بيتعامل معها بحرفية شديدة وبقرارات مهنية بدون تضليل أو انسياق وراء اللي عاوزه أو اللي عاوزاه هذه الجماعة الإرهابية. تفاصيل كتيرة طبعا عن كواليس اللي حصل في هذه الأيام وإزاي استعد التلفزيون لإذاعة هذا البيان رغم وجود الإخوان وقتها. كل ده هنعرفه من الأستاذ إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق أثناء بيان 3 يوليو. صباح الخير عليك يا أستاذ إبراهيم. اهلا صباح الخير. يا اهلا بحضرتك. حضرتك طيب وخير يا فندم. في البدايه عايزين يعني ايه قبل البيان نتكلم شويه عن تغطيه التلفزيون لثوره 30 يونيو. ازاي استعدتوا لهذه التغطيه وايه الخطه اللي تم الاتفاق عليها حتى يتم تحقيق المهنيه والتعامل كمان بحرفيه مع هذه الاحداث المتسارعه؟ شوف حضرتك، هو احنا من قبل 30/6 واحنا كنا متابعين تطورات الاحداث وكان صورة تقريبا متكاملة أمامنا، وبدأنا نوزع المهام على الخدمات المختلفة تابعة لقطاع الأخبار في ذلك الوقت، بحيث أن احنا كنا بنغطي من جميع المناطق، كنا بنغطي بشكل متوازن، كنا بنعرض الرأي والرأي الآخر، وده كان يعني هو ده الالتزام المهني اللي احنا يعني قطعنا يعني او يعني كرسنا انفسنا من اجله. الخطه كانت زي ما بقول لحضرتك هو النزول الى الشارع المصري، النزول الى الميادين، نقلنا على الهواء، نقلنا التجمعات الجماهيريه في 30 يونيو، ويعني الحقيقه كانت صوره رائعه يعني حقق الشعب المصري في ذلك الوقت. طيب حابين حضرتك توصف لنا لحظة إذاعة بيان 3 يوليو، ويمكن عايزين نعرف ردود فعل المتواجدين بعد معرفة القرار الحاسم وإذاعته رسميا. هو الحقيقة يعني موضوع 3 يوليو ده بدأ من الصباح. يعني مش من نفس مش لحظة إذاعة البيان. احنا كنا المعلومات اللي عندنا ان كان في اجتماع للقوى الوطنيه في قصر القبه، هذا الاجتماع بعده سيكون هناك بيان. طبعا لقاء القوى الوطنيه مع القياده العامه للقوات المسلحه، والبيان كان هيلقيه الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع. حضرتنا عربيه اذاعه خارجيه هناك، ما كناش عارفين هل هنطلع هوا ولا هنسجل، لكن في كل الاحوال كنا الخطه واضحه في ذهننا ان احنا هنضم القنوات التلفزيونيه والتلفزيون المصري طبعا والشبكات الاذاعيه المصريه في بث موحد، سواء كان اذاعه على الهواء او اذاعه مسجله. رغم ان كل الناس كانت عارفه واجباتها وهتقوم بايه والتخطيط اللي احنا وضعناه حسب تصورنا، الا ان كان الوقت بيمر يومها ببطء شديد. كنا يعني متوقعين اي مفاجات لا قدر الله قد تحدث، ومع ذلك كان عندنا جلد و يعني استطعنا بحمد الله ان احنا نعدي الفتره دي لغايه المساء. طبعا كانت الصوره اتضحت اكتر ان هيبقى البيان مسجل. اللي حصل طبعا انا وضعت خطه بالتنسيق مع رؤساء زملاء رؤساء القطاعات، وهذه الخطه استلهمتها من فيلم الطريق الى ايلات. احنا نذيع اغنيه، اولا هنطلع استرابه عاجل هنقول فيها بعض قليل بيان من القوات المسلحه، وبعدين هنطلع باغنيه نتفق عليها وهي اغنيه شاديه
يا حبيبتي يا مصر. واتفقت ان اول ما تظهر في القناة الاولى، هذه القناة اللي احنا بنتحدث منها، الاغنية دي الجميع يضم عليها. معنى كده ان البيان جاهز للإذاعة. كان في اجتماعات دائمة للعقاد في مكتب الأستاذ شكري أبو عميرة، وكان هو رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت. كان في تنسيق تام بين كل الزملاء وحماس شديد. كان بيجي لي من الإقليميات كم من الفيديوهات اللي بتصور تجمع الناس. يعني حضراتكم كان أكثر من 32 مليون مصري في الشارع وفي الميادين بيوم 3/7. اللي حصل بقى ان كان في تنسيق مع إدارة الشؤون المعنوية. عرفت ان الشريط كان في الطريق. تحركنا لاستوديو 11 وبدأنا يعني طبعا تعرفين ايامها كان الحرس الجمهوري كان مأمن الاستوديوهات ومأمن المبنى بشكل عام. جه الشريط وكنت مكلف طبعا التلفزيون نشر 9 يومها زميل عمرو الشناوي كان هو اللي قدم البيان. طلعت الاسترابه زي ما اتفقنا، طلعت الاغنيه المتفقين عليها، تم الضم من المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه والقنوات الخاصه ايضا، جميع الفضائيات المصريه. صحيح. والاكثر من كده ان كل يعني القنوات العربيه ضمت علينا، يعني كانت ملحمه اعلاميه. صحيح. كل جموع الشعب المصري يا استاذ ابراهيم كانت في انتظار هذا البيان، وزي ما حضرتك قلت مش في مصر فقط، فطبعا اذاعه هذا البيان والناس كانت منتظراه كمان في الشارع وامام شاشات التلفزيون. فاحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الاسبق، الف شكر لحضرتك يا فندم.